السلام عليكم ومبروك عليكم هذا النهار. هذا النهار غادي نحضروا حلوه تمر، حلوه من حلويات العيد بعجينه وحده وحشوه وحده. غادي نخرج منها 7 ديال الاشكال. نبداو على بركه الله. كنخدم وانا كنقول في المقادير باش ما يجيناش الفيديو طوال بزاف، وغادي نخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. عندي هنا 250 غرام من الزبده، الزبده بطبيعه الحال مارغرين بحراره المطبخ. غادي نضيف ليها جوج معالق كبار من سكر الكلاصي. غادي نحاول نخدم الزبده والسكر الكلاصي مزيان. غادي نضيف 80 غرام او ثلث الكاس ديال العنبه من الزيت. غادي نحاول نخدمهم مزيان قد ما قدرت، ندخلهم مع بعضياتهم الزيت والزبده والسكر. وغادي نضيف نص كاس من ماء الزهر. غادي نحاول ندخلو تدريجيا بشويه بشويه. غادي نضيف واحد شويه ديال الفورز وغادي نبقى ندخل بحال هكايا حتى تجمع ليا العجينه. غادي نبقى ندخل بشويه بشويه. نبقى بالتدريج ندخل شويه بشويه بالفورس. انا هنا عندي تقريبا 500 غرام او نص كيلو من الفورس، والفورس بطبيعه الحال بعض المرات كندخلو كامل، بعض المرات كندخل قل منه لحقاش على حسب النوعيه ديال الفورس. جمعت لي العجينه كتبقى بحال هكايا مقاسها مرطبه وشاط لي هادشي، يعني تقريبا 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 دخلت فيه واحد 400-450 غرام ديال الفورس. دابا غادي نغطي عليه ونخليه حتى نحضر الحشوه. خديت نص الكميه هاتمر. بالنسبه للبنات اللي كاين هنا في امريكا، هاتمر خديته من جلوبال فود. كناخذو بحال هكا كيكون معسل، هو كيكون فيه العظم، كتحيد منه العظم بحال هكايا. غادي نضيف معلقه كبيره من ماء الزهر. وغادي نضيف نص معلقه صغيره من القرفه ومعلقه كبيره من الزبده. واللي بغى يضيف شي تنسيم اخر مثلا جلجلان او اللوز مطحون ممكن. انا اكتفيت غير بالحشوه ديال التمر. غادي نحاول ندخل هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم. نبقى ندلك فيه بحال هكايا حتى يدخل. كتجيني العجينه ديالي على هاد الشكل صافي، حتى كتعود متماسكه كتعود كتشكل. دابا شكلت كنشكل في العجينه ديالي حابل على هاد الشكل. كندير واحد شي شويه ديال الماء في ايدي باش ما تلصقش ليا العجينه ديال التمر. كنبقى نحربل على هاد الطريقه وكندير نفس الوقت كندير كويرات بحال هكايا صغار. كيف ما قلت لكم غادي نشكل 7 ديال الاشكال من هاد العجينه. دابا غادي ناخذ العجينه ديالي غادي نقطعها على 4 ولا 3، نقطعها باش تجيني سهله شويه في الخدمه.
الرحله جينا ديالي بمساعده ديال الفرس والمدلك على هذا الشكل كيف ما موضح في الفيديو. غادي نحاول نقاد الطرف بالموس بحال هكا. غادي ناخذ واحد الحبل ديال التمر نحطه بحال هكا في الطرف، وغادي ندور عليه العجينه بحال هكايا كما موضح في الفيديو. غادي نقطع زائد هكايا ونكمل الحربل ديالي، ومن بعد غادي نضغط على الفوق نلصقه مزيان، نحيد الفائض من الجناب ونزيد نحربل بيدي بحال هكا كما موضح في الفيديو. وغادي نقطع بحال هكايا على شكل مائل، حنا اللي كنتحكموا في القد اللي بغينا كبير ولا صغير. غادي نزين البليغه ديالي بالمنقاش. دابا غادي نحاول نشكل البليغه. غادي ناخذ صبعي بحال هكايا ونضغط في القدام بحال هكايا، نضغط على التمر من القدام ولتحت، نحاول نسد على هذا الشكل كيف موضح في الفيديو. نحاول نقمقم له القدام ديالو، نعطيه الشكل ديال البليغه، كنضغط بصبعي مزيان على التمر وكنقاد بصبعي القدام، كنعطيه داك الشكل المقمقم. دابا غادي ناخذ المنقاش وغادي نعطيه واحد الزينه على هذا الشكل، نحاول نقرص غير العجينه من الفوق، نعطي زخرفه من الجنيبات. الشكل ديال البليغه ديالنا جا على هذا الشكل. دابا غادي نحضر الوريقه. غادي ناخذ واحد الطرف من هذوك اللي قطعنا، غادي نحاول نضغطو بحال هكايا بايدي وندورو واحد شي شويه بحال هكا. غادي ناخذ المنقاش، غادي نعطيه حتى واحد الزخرفه على هذا الشكل، الشكل ديال الوريقه بحال هكا، ندير من الجناب حتى هما، كنعطيو داك الشكل ديال الورقه. يجي على هذا الشكل. دابا غادي ناخذ التمر وغادي نحطو بحال هكايا ونعاود نحربل. دابا غنديرو الشكل ديال الورده، غادي نسد بايدي ونحربل رقق واحد شي شويه، نحيد الفائض من الجناب ديال العجينه. نحاول نرقق شي شويه وغنقسم هاد الحربل ديالي، نقسمو على ثلاثه. غادي نضغط بحال هكا بايدي رقو كما موضح في الفيديو. غادي ندير واحد شي شويه ديال الدقيق، غادي ناخذ الموس وغادي نحاول نقطع بحال هكا على شكل مائل غير النص ديال العجينه من الفوق كيف ما موضح في الفيديو مزيان. من بعد غادي نبدا ندور، غادي نبدا ندور العجينه ديالي على هذا الشكل هكا، وانا كندور غير من التحت. وغادي نقادها بالايد ديالي بحال هكا. اللي خاف العجينه تحل يقدر يلصقها بشي شويه ديال بيض ديال البيض هذاك. وغادي نحضروا الشكل الاخر ديال الورده اللي كيجي على هذا الشكل. غادي ناخذوا الطرف من العجينه على هذا الشكل، غادي نحاول نسرحوا بين جوج بلاستيكات،
غادي ناخذ واحد الطرف ديال التمر وغادي نضغطو بايدي مزيان. الحجم هنا حنا اللي كنتحكموا فيه، بغينا نديرو شويه غلا نخليوها بين نرقوها كيف ما درت انا نرقوها. وغادي نطوي عليه الطرف الثاني، طبعته بهذا الطابع هكايا على شكل ورده، كيجي شكلها هكايا جميل. غادي ندير شكل الرابع، غادي ناخذ بحال هكا كويره من العجينه وغادي نبسطها بحال هكايا بصبعي، وغادي ندير كويره اخرى اللي صغر منها ديال التمر ونحاول نلبس العجينه على التمر بحال هكايا، وانا كندور بحال هكايا على هذا الشكل كتجي. وغادي نبسطها واحد شويه بايدي كيف ما موضح في الفيديو. من بعد غادي ناخذ المنقاش وغادي نعطيها واحد الزخرفه، غادي نبقى بحال هكا من الوسط على واحد الشكل مائل بحال هكايا، بحال الورده، بحال الشميشه، بحال نبقى بحال هكايا مستمره حتى نكملها كامله في النقش. هادو كأفكار لنقدو نزينو بهم الحلوة ديالنا، كتجي على هاد الشكل. خديت الملون أحمر ودرتو مع واحد طرف ديال العجينة، دخلت فيه هداك الملون الأحمر مزيان. ودابا خديت واحد الطابع هكايا على شكل وردة صغير وغادي نطبع من هداك العجينة وغادي نحطها بحال هكايا على الحلوة ديالي باش نعطيها واحد الزينة مختلفة. هنا نقدو نلصقو بالبيض ديال البيض، انا عندي هذا كنخشي فيه لداخل ما كيتحلش ليا، كيبقى ثابت كيجي شكلها على هكايا. راك خديت العجينة ودخلت فيها شوية ديال الكاكاو باش عطيني بحال هكا اللون قهوي، وطبعت بحال هكايا بواحد الطابع بحال هكايا وردات صغار، حطيتهم على الوردة ديالي على هاد الشكل باش تعطي واحد الشكل. بعد ما شكلت الحلوة ديالي جات مشكلة على هاد الشكل، غادي ناخد هادوك البقايا ديال العجينة والتمر خلطهم بحال هكايا ودرتهم كويرات صغار، وغادي نخالف كويرة حمراء كويرة بيضاء. وغاد الحلوة ديالي طيب فران معتدلة الحرارة. دابا غادي ناخذ البليغات غادي نفندهم بحال هكايا بسكر كلاصي، والحلوى الاخرى كلها غادي نديرها في العسل. هاد الحلوى هادي كامله غادي نديرها في العسل، العسل اللي راني دفيته واحد شي شويه، غادي نخوي بحال هكايا على الحلوى نخليها واحد 3 دقائق حتى تشرب مزيان. غادي نصفي الحلوى ديالي ونخليها حتى تبرد عاد نقدمها. الحليوات ديالنا جاو على هذا الشكل، قدمته مع اتاي. ولباقي ما نضمش العالم غزلان يضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو ويفعل الجرس.